حضوري اليوم هنا في الاوبنين ديال مهرجان السينما الدولي، اولا كعاشقه للسينما منذ الصغر، السينما العالميه، وكعاشقه للسينما المغربيه ثم كفنانه مغربيه وممثله مغربيه. هذه الدوره اكيد انني جد متعطشه وفضوليه باش نعرف اشنو كاين، شنو غيقدموا لنا كافلام، شكون الناس اللي غيكونوا، شكون الضيوف اللي حاضرين، ضيوف المغرب هذه السنه. والمهرجان ما بقاش مهرجان وانما ولا عرس سينمائي دولي، الناس من العالم كامل كينتظروا باش يجيو لهاد الوقت. كنتمنى انا صدد الشغل على مجموعه من الاعمال، غالبيه ديالها التلفازه صراحه يعني التلفزيون، ولكن كنتمنى يكون عمل سينمائي قريب ان شاء الله. انا معروضه من الناس ديال فيستيفال ديال مراكش، وجيت شرف كبير لي نحضر لهاد الفيستيفال. كوم بلوغر كوم بلوغرز سي بون، هادي دوزيام فوا لي جيت، و التوقع ديالي مزيان، انا عجبني، جيت مره عجبني بزاف وعاودت هذه المره. الو جو سوي انا نوس بورتوغاليا نوس مغربيه، انا ديجيتال انفلونسور في المودا اي بوتي، اي انا جو سوي كونتون دات ديال فيستيفال انترناسيونال دو فيلم دو مراكش بور لو سينما اوستراليان كي تري ريش. Et Anna Lebs et Leila Hadioui Collection. Je suis invitée pour le, voilà, pour le festival du film, voilà, pour découvrir le cinéma australien.